Recette Eskimo chocolat fait maison, خليكم à la préparation. Dans un récipient, حطوا كاس حليب شوكو, نص كاس حليب, 6 مغارف تاع لا بودر دو شانتيي, مغرفة سكر غلاس فاكولتاتيف, زوج مغارف تاع لي اون بودر, ان باكي دو فلون شوكولا و دو كويير ا سوب دو كاكاو. نخلطوا هاد لي زانغريديون تري بيان بالباتور ابوبري واحد ل 10 دقائق هكذاك. حطيت لا بريباراسيون تاع لا كريم غلاسي هادي دون ان ساك اللي كديت له من قبل بابيي فيلم وحطيته او فريغو واحد 2 اور حتى تكونجلا. تقدروا ديروا هادوك لي مول تاع لي زيسكيمو ديراكتومون. بعد ما برد ديموليتو كيما راكم تشوفوا, قسمتو دي تريانغل ودرت لي باتون ديسكيمو عاود حطيتو يبرد اونكور اون فوا. دوبت شوكولا غو نوازيت, ضفت عليها شويه تاع الزيت بور لا بريونس, دي نوازيت توريفيي كونكاسي و جي غلاسي شاك اسكيمو. حطوهم يبردو, كونسوميوهم بصحتكم. ان شاء الله الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تيستيوهم وتبعتوا لي كامل لي روتور تاعكم. ا بيان.